احتفاء باليوم العالمي للأرض واليوم العالمي للبيئة تنظيم مدرسة سيدي أحمد عبد السلام أيامها البيئية الثامنة. هذه السنة تحت شعار أرضنا عضاء أرضنا ضمانة فلنحافظ عليه. وزع البرنامج على 3 أيام. استفاد المتعلمون خلال اليوم الأول بورشات وعمليات تحسيسية حول الحفاظ على الأرض مع التركيز على مكوناتها التي تعرف استنزافا أكبر كالسواحل والمناطق الرطبة والغابات. وفي اليوم الثاني شارك المتعلمون في حملة نظافة وحملة جمع الأكياس البلاستيكية هذا صباحا. ومساء كما ترون يحاول المتعلمون إنجاز أكبر لوحة فنية بيئية على صعيد المؤسسة. وفي اليوم الثالث هناك حفل فني ختامي توخينا من خلاله جلب المحيط إلى المؤسسة وكذا تمرير بعض السلوكات القويمة والعادات البناءة دائما في مجال الحفاظ على البيئة. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر الفريق التربوي الذي يشارك بإسهاب في تأثير المتعلمين وكذا أشكر الفنان سيد سعيد بكبوتي كما أشكر أفراح هاجر دون أن ننسى أن نشكر موقع سيدان والنت التي أبت إلا أن تعطي هذا الحدث التربوي البيت وشكرا.